بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مستقبل الوطن في هذه الحلقة يناقش الوضع الإنساني والميداني في عدن، وهنا نتساءل كيف بات الوضع الإنساني والميداني في عدن بعد أكثر من 3 أشهر على اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح للمدينة، وكيف استطاعت المقاومة الشعبية هناك الصمود أمام هذه الهجمات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو هنا، الناشط الإعلامي حذيفة الأميري. أهلا وسهلا حذيفة. أهلا وسهلا، حياكم الله. كما أيضا ينضم معنا عبر الهاتف من عدن الناطق باسم المقاومة في عدن الأستاذ علي الأحمدي. مرحبا سيد علي، أهلا بالجميع. عموما سنخرج إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني والميداني في عدن، ثم نبدأ حوارنا بعد قليل، نتابع سويا. عرف اليمن تاريخا بالبلد المضياف الذي يأوي إليه كل من ضاقت به السبل، وجرت العادة على هذا النحو قرونا من الزمن تحت تأثيرات الشهامة والكرم المتوارث، وبدافع الإحساس بالأصل العدناني الذي ينتمي إليه العرب جميعا وبواجب الإنسانية والدين، حتى خرجت فئة من كهوف الجبال تسمي نفسها أنصار الله، لا تمت لهذه القيم بصلة حسب ما أثبتت الأيام، بل تبنت القضاء عليها وتغيير ما جرت عليه العادة من دهور واستبدلتها بمشاريع انتقامية من فئة الإنسان، واتضح ذلك جليا من خلال التنكير بأبناء اليمن وتهجيرهم من بيوتهم وإخراجهم إلى العراء في أكثر من محافظة يمنية، بدءا بصعدة التي هجر منها نحو 300,000 من بداية الحرب في 2004 وحتى قبيل حرب مارس الماضي. ونحن الحمد لله خرجنا من محافظة تعز من المواجهات العنيفة في زد المشكين قبل أسبوع يوم الخميس والجمعة قصف عنيف، واليوم هكذا أصبح الحال بمعظم من وصلتهم هذه الجماعة بمشروعها الرامي إلى العبث بالإنسان، وأضحى النزوح مسألة حتمية في كل محافظة وطأتها هذه الميليشيا. فبالإضافة إلى 500,000 نازح على مدار سنوات الحرب الماضية، كشفت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير الصادر في أواخر مايو الماضي عن 545,000 نازح آخرين منذ أواخر مارس الماضي، ليتجاوز عدد النازحين في اليمن 1,000,000 نازح. وأفادت إحصاءات متأخرة عن تقرير الأمم المتحدة أن عدد النازحين واللاجئين من التواهي والمعلى وكريتر وخرمكسر بمحافظة عدن بلغ 400,000 نازح ولاجئ، بعضهم عبر البحر هربا إلى جيبوتي ليسجل التاريخ ولأول مرة في اليمن حالة لجوء على أيدي جماعة الحوثي التي لم تكتفي بوضع المواطن اليمني أمام مأساة النزوح الداخلي. وفي هذه التصريحات المصاحبة باللقطات صورة مصغرة لوضع اللاجئين اليمنيين في جيبوتي. ومن جهة أخرى أوضح تقرير الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي خلال فترة الهدنة في مايو الماضي كان يستهدف ضمن خطته إغاثة 738,000 منهم، لكنه لم ينجح في الوصول إلى غير 400,000 فقط بسبب عدم التزام الحوثيين بالهدنة واستمرارهم في الحرب. في السياق ذاته كشفت منظمة الإغاثة الإسلامية في وقت سابق لصحيفة عربي 21 عن استخدام الحوثيين خياما تحمل اسم وشعار منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اعتصاماتهم بالعاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، كانت قد وزعتها المنظمة على مهجري حرب صعدة بمنطقة حرض جنوب غرب البلاد، وكانت المنظمة قد خاطبت وزارة التخطيط حينها بشأن هذا التعدي السافر لحقوق الإنسان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا نعتذر على أن التقرير يتناول الموضوع الإنساني بشكل عام، ونحن كنا قد عدينا تقرير خاص بهذا يمكن أن نعرضه فيما بعد، لكن ابتداء أرحب بضيفي عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم المقاومة في عدن الأستاذ علي الأحمدي. مرحبا أستاذ علي. أهلا وسهلا فيك، وأنت في الميدان، ما هي آخر المستجدات ابتداء قبل أن نبدأ الحديث عن الوضع الميداني أو الإنساني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أمساءكم ومساء السادة المشاهدين بالخير. الميدان شهد في الأسبوع الأخير يعني تدفق وضغط كبير من قبل هذه الميليشيات الإجرامية، ميليشيات الحوثي والمخلوع، لمحاولة دخول مدينة عدن من أطرافها الشمالية، وكان هناك ضغط شديد على الجبهات وحشود كبيرة، وتم التصدي لها بنجاح والحمد لله، وفشلت هذه
المسائي، كما كان للطيران تحالف دور بارن، وتم قصف عدد من تجمعات هذه الميليشيات وتدمير عدد كبير من الدبابات والآليات والقاذفات الكاتيوشا. نتيجة لهذه الخسائر وهذا الفشل في ما يسمونه دائما دخول عدن، لا لجأوا بكل وقاحة وكل إجرام وكل يعني خسافة إلى قصف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. ونحن في عدن كل يوم نعيش مجزرة وكل يوم نعيش حوادث أليمة يعني من قبل هؤلاء المجرمون الذين لا يرقبون قيما إنسانية ولا دينية ولا حرمة لشهر كريم ولا أوقات يعني ربانية مثل هذه العشر الأواخر. اليوم فقط في البريقة قتل أحد النازحين، حيث تم قصف منطقة البريقة بصواريخ الكاتيوشا استهدفت أحد المدارس التي هي مراكز عيار النازحين وسوق آخر في الحي. قتل استشهد أحد المواطنين وجرح أكثر من 4، ولا يزال استهداف المرافق والمصافي وخنق المدينة وتجاهلها في الحصار وغيره. هذا هو الحيلة الوحيدة التي يستطيعون عملها. أما بالنسبة للمسلمين فهم عاجزون كما تتابعون، لم يستطيعوا لحد الآن أن يحرزوا أي تقدم في جبهات عدن. إذن كان هذا إطلالة على الوضع بشكل عام، وسأعود إليك أستاذ علي فيما يتعلق بالملفين سواء الميداني أو الإنساني في عدن. ننتقل هنا إلى ضيفي حذيفة الأميري فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها وترتكبها ميليشيات الحوثي والصالح، والتي امتدت لأكثر من 3 أشهر، تنوعت واختلفت. لماذا يلجأ لارتكاب هذه المجازر رغم أنه يحاول السيطرة ويحاول أن يقدم نفسه بشكل ربما يعني أمام أنصاره قبل أمام الآخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. لماذا عدن؟ أولا عدن بعد أن غادر الرئيس إلى عدن واتجه في ذلك الوقت إليها، يحاول الحوثي من ذلك اليوم مقاتلة أهل عدن هناك، لأن عدن الآن أصبحت العاصمة الاقتصادية، عدن أصبحت العاصمة السياسية بعد أن غادر الرئيس وأعلن عن ذلك. عدن أهلها يمتزجون، أهل عدن مزيج بين ممن يتعلمون من المتعلمين ومن المثقفين ومن الذين لديهم آراء وتشكيلات كثيرة، يعني من جميع مناطق اليمن يتشكلون فيها، وهذا الذي يجعل الحوثيين يركزون بشكل كامل على عدن واستهداف أهالي عدن بالدرجة الأولى. طيب أيضا المأساة في عدن مأساة كبيرة، الحوثي له تاريخه في العدوان، كل مدينة يدخلها يحدث القتل والتدمير والتشريد للأهالي، لكن الذي حصل في عدن ممكن يكون لم يحصل في أي مدينة أخرى كما حدث فيها، بينما الناس فرحين بانتصارات المقاومة إذا بهم يبكون على من قتل من أهلهم بالقصف العشوائي الحوثيين. أثناء القصف طيران التحالف على الحوثيين يرد الحوثي وقوات المخلوع بقصف المدنيين لإلصاقها بالتحالف. يعني تنوعت جرائم الحوثي وتعددت من قتل إلى حصار إلى خنق إلى غيرها من الجرائم، واستهداف أيضا حتى الآمنين في بيوتهم. طيب أنا أعود إلى الأستاذ علي الأحمد الناطق الرسمي باسم المقاومة في عدن، لو تضعنا أيضا يا أستاذ علي في صورة الاشتباكات أو الخارطة الجغرافية التي تدور فيها الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي وصالح. طبعا في البداية عندما تحركت الجهات هذه الميليشيات إلى مدينة عدن، كان دخولهم بداية من خور مكسر ثم كريتر للاستيلاء على القصر الرئاسي ثم المعلى ثم التواهي. هذه المديريات الأربع التي عبارة عن شبه جزيرة هي حاليا واقعة تحت احتلال هذه القوات الإجرامية، ولم تسقط بهذا الشكل إلا بعد صمود أسطوري تابعه الجميع على شاشات القنوات التلفزيونية، واستشهد الكثير من أبناء هذه المديريات لصد هذا العدوان. انتقل الآن بعد أن استكمل هذه المديريات الأربع لمحاولة الدخول للمديريات الأربع الأخرى، المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد ومديرية البريقة. الأربع مناطق هذه هي الآن قلب المقاومة
وهذه المديريات الأربع هي من تدافع وتقاوم هذا المد الإجرامي الذي ينفذ المخططات الفارسية والإيرانية. يعني باتت هذه الأربع مديريات قوة للنظام، للمقاومة، للصمود، لعدن، لليمن، للجزيرة العربية بشكل عام. ثلاثة أشهر وهم شباب غير مدربين، هم من أبناء المدنيون لم يتدربوا من قبل على حمل السلاح، هم من يواجه جيش مجهز مدرب تم تدريبه في عدة دول وعدة دورات خارجية لأجل حماية أبناء الوطن، فإذا به ينقلب ليكون أداة لقتل وقمع وتنكيل بأبناء مدينة عدن. هذا الجيش الذي عجز عن مقارعة هؤلاء الأبطال رجع لضرب التجمعات السكنية، ثم انتقل إلى محاولة إحراق مدينة عدن عن طريق استهداف مناطق خزانات النفط والموجودة في ميناء الزيت. وفي أكثر من مرة وقبل يومين فقط تكرر ضرب أحد الطهاريج الغاز وقد احترق وكادت أن تكون كارثة لولا لطف الله وتدارك رجال الإطفاء وعمال المصافي لهذا الإشكالية. هم يحاولون لين ذراع المقاومة وإسقاط في المقاومة عن طريق قتل المدنيين. لا أدري ما هذه الروح التي يعني تطاوعهم، وأن يستهدف الأطفال والنساء وسط الأحياء السكنية. أنا بنفسي كنت في إحدى الجبهات وإذا بالقصف من فوقنا وقت أذان المغرب وقت الإفطار. هذه الميليشيات علمت أنه ليس لها مستقر في مدينة عدن ولن يقبل بها أهل عدن، لذلك تلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، وهي تعلم بكل علم اليقين أنها ستخرج من مدينة عدن. لو كانت لديها مشروع لما أقدمت على هذه الجرائم، حاولت أن تقدم مشروعا حقيقيا لكنها أثبتت أنها مفلسة من حمل أي مشروع. المشروع الذي يمكن أن تقدمه، يعني ليس ربما هناك أي مشروعات تقدمها الميليشيات غير مشروع القتل سيد حذيفة، وهنا فيما يتعلق ب يعني الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في عدن خصوصا وفي اليمن وبقية المحافظات عموما، في أي نطاق يمكن إدراجها؟ في عدن الآن يقصف المدنيون، يقصفون عشوائيا، يخرج أحد ليسعفهم، إذا بالقناصة يقصفون، إذا بالقناصة يستهدفون كل ما يتحرك. هذا هو مشروع الحوثي ومشروع المخلوع بامتياز، هو قتل الحياة، إنهاء الإنسانية. أيضا إلى ذلك يضاف انقطاع الماء والبترول في كل المناطق في عدن. يعني الآن الماء قبل فترة تم تسميمه بحجة بكثير من أهالي عدن شربوا الماء وتسبب لهم بأمراض كبيرة. هذا من الأساليب التي أساليب إبادة يمارسها الحوثي، أساليب إلى ترقى إلى جرائم حرب. جرائم حرب، نعم. طبعا هناك كان لغط كثير حول مسألة تسميم الآبار، وكان هناك اختلاف ربما حتى في هذه النقطة. على العموم ليس تسميم الآبار أقل من استهداف مدينة سكنية، مدينة يعني لجأ إليها النازحون ويسكنون فيها وتم استهدافها وهم يعلمون أنها مكتظة بالسكان. نعم، هو هذا مشروع الحوثي، مشروعه هو القتل والتدمير وإفشال كل ما يحاول الناس أن يفعله كمشروع إنساني فقط لا غير ذلك، ما في أي مشروع غير ذلك. استهداف خزانات النفط الخام التي أشار إليها وتابعناها سويا، وكذلك منظومة أنابيب الشحن والتفريغ الممتدة من المصافي إلى ميناء الزيت، هذا الاستهداف لمنشأة عريقة، ما غرضه بنظره؟ الاستهداف للميناء بأوله لقطع إمدادات التي كانت ممكن أن تأتي الميناء. نعم، هذا الميناء لقطع الإمدادات التي كانت ممكن أن تصل إلى عدن. عدن تعاني من الحصار في الطعام، في الغذاء، في كل شيء تعاني منه فيه عدن.
أيضا القصف هذا للمصفاة سبب كارثة إنسانية. الجميع شاهد الدخان الذي تصاعد، البترول هذا كان المؤمل أن يستفيد منه سكان عدن، إذا بالحوثي يقوم بقصفه، يقوم بتدمير كل ما يوجد في عدن. طبعا تكلفة ما تم إتلافه من النفط نتيجة لهذه الضربة يقدرها البعض بأنه مليارات الريالات. أنا سمعت قبل كم يوم أنه ما يزيد عن 12 مليار ريال. طبعا أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي الأحمدي فيما يتعلق بالمقاومة وعملها. نريدك تطلعنا وتطلع المشاهد أيضا على التنسيق الذي يقوم به رجال المقاومة وأفراد المقاومة هناك على اختلاف يعني فصائلهم إن صح التعبير، وكيف أنهم ينسقون فيما بينهم إدارتهم لصد هذا العدوان المتمثل بهذه الميليشيات الوحشية. أستاذ علي أنت معي؟ طيب سنعود الاتصال بالأستاذ علي الأحمدي ونكمل معه نقاشنا في هذه النقطة التي كنت سألت بها الأستاذ علي. تعتقد أن هناك تنسيق على الأرض بين المقاومة؟ هناك تنسيق، لكن مؤمل أن يرقى التنسيق أكثر من ذلك. التنسيق، المقاومة تحتاج إلى دعم بالسلاح النووي، المقاومة تتقدم في الجبهات وأحيانا تضطر إلى الانسحاب بسبب ضعف الدعم وضعف السلاح الموجود لديها. المقاومة تقاوم بأسلحة بدائية، الشباب كلهم مدنيون، يعني تدريب مبدئي. أهل عدن قاوموا الحوثي وقاوموا المخلوع بما يمتلكون من أسلحة شخصية، ليس لديهم إمكانات كما يمتلك الحوثي والمخلوع إمكانات دولة، وليس لديهم أي قوات ضخمة. كل الشباب أو معظم الشباب الذين بدأوا ينخرطون في المقاومة الكثير من سكان المدينة، لكن نعم. بعضهم أطباء وبعضهم مدرسين وبعضهم طلاب وبعضهم نعم. يعني شباب مدنيين، لم تكن هذه المحافظة وهذه المدينة تعرف حمل السلاح في هذا. نعم، هذا هو مشروع الحوثي، أن يواجه الشعب، يواجه تارة يسميهم بالدواعش، تارة يسميهم بالإرهابيين، هذا هو مشروعه، يواجه الشعب لأجل أن يحقق مشروع إيران وأن يسود مشروعه في اليمن. ما الذي تفتقد له المقاومة الشعبية في عدن باعتقادك، أو ما الذي تحتاجه خلال الفترة الحالية؟ إلى الأمر الأول، توحيد الصفوف، أن تقف المقاومة موحدة كاملة خلف قيادة واضحة. الأمر الثاني، في كامل اليمن طبعا القيادة الموحدة. الأمر الآخر، الدعم النوعي للسلاح. كما تحدثنا أن المقاومة تقاتل بأسلحة بدائية، يعني يطلع الرجل يقاوم برشاش بأسلحة بدائية، بينما الحوثي لديه إمكانات دولة استولى عليها هو قوات المخلوع. عناصر أيضا ما كان يعرف بالحرس الجمهوري أيضا تعمل في هذا الصفوف. نعم. يعني تواجد ميليشيات الحوثي وميليشيات صالح. قوات صالح هي العدد الأكبر في عدن، وهي بالدرجة الأولى هي من تقتل المدنيين، وهي من تسبب المعاناة كاملة في عدن، لأن قوات الحوثي ليست بالأعداد الكبيرة كما يعلم الجميع. لكن الحوثي يجند أفراد ويجند شخصيات. نعم. هم مشتركين. الأفراد يقتلون وبعضهم صغار في السن ويذهبون بهم إلى كثير. الصور كثير متداولة. قبل يومين وصلتني صورة طفل عمره 12 سنة قتل في عدن، كان يقاتل أهل عدن وهو من الحوثيين. يعني ما ذنب هذا الطفل عندما يزج بهذه الحرب وعندما يرمى به إلى هذه المحرقة؟ هذا هو مشروع الحوثي. كنا نتابع أيضا ويتابع المشاهد خلال المرحلة الماضية عملية الإنزال التي تحدث في عدن وعملية محاولة ترتيب صفوف المقاومة. اليوم يبدو أن الأمر توقف، يعني لم يعد هناك يعني محاولة هجوم من المقاومة، ربما كما صرح بالدفاع. اكتفت بالدفاع كما صرح به أحد أيضا المقاومين، أنهم الآن يدافعون عن أنفسهم ويرتبون صفوفهم من أجل التقدم. هو الإنزال والدعم يحتاج إلى منطقة عازلة بالأمر الأول. منطقة عازلة ينزل فيها الدعم، ينزل فيها السلاح، بحيث يضمن أنه لا يستولي عليه. متوفرة ربما في المناطق التي أشار إليها ضيفنا، بأنها في أماكن أو في بعض الأماكن لا يسيطر عليها الحوثي وتعتبر منطقة آمنة. والله هو ممكن، لكن الأمر الذي حدث ممكن أنه سبب للتحالف أنه خفض زي ما يقولوا الدعم، لأن الفترة الماضية عندما أنزل الدعم استولى على بعض، وصلني حسب بعض الأشخاص أنه بعض الأشخاص أخذ السلاح في نزل في أماكن غير دقيقة، نزلوا استولوا على السلاح وباعوا. طيب إذا كان التقرير جاهز فيما يتعلق بالوضع الأمني والميداني في عدن عفوا، ممكن أن نأخذ أيضا حتى يكون
الناطق الرسمي معنا. جاهز؟ طيب في حين يتجهز معنا في هذا الخصوص، تعتقد أن يعني المقاومة باكتفائها بهذا الأمر واكتفائها بموضوع عدم التقدم والتمدد لديها استراتيجية واضحة أم أنها تتعامل مع أمر واقع؟ والله هو ممكن بالدرجة الأولى هو أمر واقع، ليس لأن الاستراتيجية تتطلب دعم وتتطلب سلاح وتتطلب أيضا جنود لديهم إمكانيات، لكن الآن هو كل من يقاوم على الأرض أهالي عدن الأبرياء الذين ليس لهم حل إلا أن يدافعوا عن مدينتهم أمام الإرهاب الحوثي. سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونأخذ ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ علي الأحمدي وكذلك التقرير الذي وعدتكم بقول معنا. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا حول موضوع الوضع الإنساني والميداني في عدن، وأكرر ترحيبي بالضيف في الاستوديو حذيفة الأميري الناشط الإعلامي، أهلا وسهلا فيك. كما أرحب أيضا بالأستاذ علي الأحمدي الذي عاد إلينا بعد أن قطع بنا وبه الهاتف. مرحبا بك أستاذ علي الأحمدي وأنت الناطق الرسمي باسم المقاومة في عدن. يعني كيف هي تسير أمور أو يسير أمور التنسيق بين أفراد المقاومة فيما بينهم من أجل صد هجوم وعدوان الميليشيا؟ أستاذ علي تسمعني؟ أستاذ علي الأحمدي؟ طيب يبدو أن عندنا إشكالية في الاتصالات. سنتابع مشاهدينا التقرير الذي يسلط الضوء على الحالة الميدانية والإنسانية في عدن ثم نعود. على فوهة بركان الجيولوجيا تتوثب، وفي وجه المحتل كانت بركان غضب، وهي اليوم المدينة الصامدة في وجه الوحشية القادمة من كهوف لا معقول وتصرفات لا إنسانية. إنها عدن، مدينة السلام التي أجادت الحرب دفاعا عن نفسها، وبلدة المدنية التي فاجأت المعتدين بصمودها. اطمأن رأس الانقلاب من البداية لوجود معسكر الأمن، فجاءه الخوف من حيث لم يحتسب، فإذا عدن تلفظ كل مرتزق وترفض كل دخيل. أراد الانقلابيون أن تكون عدن هدية النصر لإيران، فأكد أبناء عدن أن مدينتهم كانت وستبقى عربية الهوى والهوية، وبإمكانياتهم المتواضعة منذ البداية صد أبناء عدن عصابة الموت المتسلحة بسلاح الدولة. صمد أبناء عدن وما يزالون في وجه القتل المندفع بلا حدود، ورغم إلقاء القتلة بكل ثقلهم كي تسقط عدن سقوطا يرضي أسيادهم، إلا أن الحقائق تؤكد أنه وعلى الرغم من فارق العتاد ووحشية المعتدين إضافة لحصار خانق وأوبئة قاتلة، رغم كل ذلك تتقدم عدن على درب النصر، نصر ستصنعه الأرض مع أبنائها، فالأرض تقاتل مع أهلها. وقريبا ينجلي واضحا أن شوكة الانقلاب ستنكسر في خور مكسر، وسيته في التواهي همج قادمون من المغارات بحثا عن وهم النصر ليجدوا أنفسهم خارج عدن أو خارج الحياة. ستبقى المعلى أعلى من أن تستكين لأقدام الانقلابيين الملوثة بكل خطيئات الأرض، وستدفع الشيخ عثمان بالقتلة خارج عدن، عدن الزمان والمكان. وإذا كانت عدن الأمس قد أجبرت المحتل على أن يحمل عصاه ويرحل، فإن عدن اليوم ستجبر المعتدي على الرحيل حاملا معه كل الخزي والعار وجثة المرتزقة أيضا. تتجلى إذن خيوط المؤامرة المتشابكة على اليمن بشكل أوضح في عدن، حيث تتعدد أطراف الداخل والخارج التي تضع عينها على المدينة، غير أن صمود أبنائها يؤكد مرة بعد أخرى أن عدن كانت وستبقى المدينة المتوضئة بماء البحر كل صباح، المتطهرة من ركس الانقلاب وإجرام الحوثيين.
إذن هذا التقرير الذي كان يسلط الضوء على عدن المقاومة، عدن الإنسان، عدن الإنسانية. أنا أعود هنا وأرحب بضيفي الأستاذ علي الأحمدي. أتسمعني الآن أستاذ علي؟ أستاذ علي تسمعني الآن؟ المشكلة في الصوت. أستاذ علي، طيب أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو. فيما يتعلق بالمقاومة والصمود، حقيقة استغرب الكثير، استغرب البعض، اندهش العالم، اندهش الداخل والخارج من صمود أبناء عدن رغم قلة إمكانياتهم أمام هذه الهجمات الوحشية وأمام الإمكانيات التي يمتلكها تمتلكها الميليشيا والتي سلبتها من ممتلكات الدولة. برأيك ما هو ما الذي جعل هؤلاء الأبطال يصمدون هذا الصمود لأكثر من 3 أشهر؟ رغم كل ما يحدث من المعاناة والألم في عدن، إلا أن هناك جانبا مشرقا في عدن، جانب التكاتف، جانب الأخوة، جانب الترابط فيما بينهم. بينما المجاهدون يقاومون ويقارعون الحوثي في الجبهات، إذا بسكان عدن الأبرياء المستضعفين يجهزون الطعام ويذهب به إلى المجاهدين. تكاتف عجيب، يعني لم يكن أحد يتوقع أن تصمد عدن، عدن المدنية، عدن المسالمة بهذا الشكل. لكن عقيدة أهل عدن التي تقارع الميليشيات الحوثية التي والميليشيات المخلوع التي أتت من أجل إحداث الدمار وأتت من أجل إحداث الفوضى في البلاد، تقارعهم وتصارعهم حتى آخر لحظة. فيما يخص الوضع الإنساني في عدن سيد حذيفة، يعني هناك حصار مفروض على عدن، يعني الماء منقطع، الكهرباء منقطعة، الطعام الآن ربما دخل حيز الحصار، أيضا هذا نوع من أنواع التركيع الذي يمارسه الحوثي ضد أبناء عدن أم نوع من الانتقام؟ هي انتقام من الذين يواجهون الحوثي، وانتقام أيضا ينتقم الحوثي والقوات المخلوع أيضا ينتقم من الشعب، فهي تحتمل الحاجتين. المستشفيات في عدن تعاني وضعا إنسانيا صعبا، المرضى يتكدسون بالعشرات سواء من الجرحى الذين يقاومون الحوثي، سواء الذين يرمى عليهم بالقذائف وفي بيوتهم، أو حتى النساء لم تسلم من الحوثي ومن قنصه. النساء في الشوارع يقنصن في نفس الشارع. نعم. يعني هذه هي الإنسانية، وهذه هي التي تعتبر التي يعتبرها الحوثي يعني مشروعه هو القتل والتدمير وإحداث الفساد. بما يتعلق بالإغاثات التي تقوم بها المنظمات الدولية وكذلك الأمم المتحدة، والتي يعني تدعو إلى إيصال الإعانات والإغاثات إلى أهلنا في محافظة عدن، تعتقد هل وصل شيء؟ للأسف لم يصل شيء. الآن اليوم أنا قرأت إحصائية بأن هناك 29 سفينة وصلت كلها إلى الحديدة. الجميع يعرف أن الحديدة هي المسيطر عليها الحوثي، الميناء مسيطر عليه الحوثي وقوات المخلوع. فهذا هو المشكلة، يدعون الدعم للمدنيين ويذهب السلاح القوت والزيت وهذا يذهب إلى قوات الحوثي. طيب فيما يتعلق ب يعني دور الأمم المتحدة في إنقاذ المجاعة والحالة الإنسانية الموجودة في عدن وكذلك النازحين، يعني تعتبره فشل أم فشل تكاسل؟ لا، فشل، هو فشل ذريع واطئ ربما. نعم، هو فشل ذريع، وفيه الأمور كثيرة المثيرة للاستفهام. بالأمس الصليب الأحمر دشن، قبل أمس دشن حملة لرفع المخلفات ورفع الجثث التي موجودة في الشوارع. يعني الآن بهذا الوقت تذكر الصليب الأحمر المعاناة. أيضا بالنسبة للأمم المتحدة، هي تصرخ طول الوقت للدعم للمدنيين وما إلى ذلك، وبينما هذا لم يصل أي شيء إلى أهل عدن. أهالي عدن يعانون من الحصار، يعانون من الجوع، يعانون من القتل،
يعني إذا الذي لا يقتل بالسلاح يقتل جوعا في بيته. إذا نسمح لي أشارك هنا الناشطة الإعلامية والنازحة أصالة حداد، وهي من أبناء مدينة عدن لكنها نازحة حاليا في تريم حضرموت. مرحبا بك ناشطة أصالة، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن بلدنا وأن يفرج عن بلدنا وعن جميع إخواننا سواء النازحين منهم أو غيرهم من هذه المعاناة التي أحدثتها هذه الميليشيات. لو تحدثينا عن وضع النازحين عموما أصالة. السلام عليكم. السلام. طبعا وضع النازحين معروف ومعلوم بكثير عند الناس، يعني أغلبية الناس صارت نازحة بين حضرموت أو المناطق الأخرى بسبب الحصار الحاصل في مدينة عدن. فكل شيء من جانب إنساني وذاتي جميعنا يتابع ما تمر به عدن من مأساة حادثة فيها من قبل أكثر من 100 يوم هي في حصار وحرب، وما زاد المعاناة السيدة المدنيين اللي كان حاصل في الأيام السابقة خصوصا في المنصورة الذي حدث قتلى وجرحى كثيرين من المدنيين. وأكثر الناس الذين أزعتوا ومن هذه الأسر أسرتي بسبب شحة المواد الغذائية بسبب الحرب بسبب الحصار بسبب انتشار الأمراض التي فتتت الناس. إلى أين يعني أبناء عدن إلى أين نزحت بمجموعها؟ تقريبا البعض منهم نزح إلى الداخل والبعض منهم نزح إلى الخارج، ربما إلى إثيوبيا حيث كان المخيم هناك. أي البعض إلى الداخل والبعض إلى الخارج والبعض تعالت في المنافس جميعنا يعرف الوضيعة وما يحصل فيها من السكان اللي لهم هنا. كنت أشرت إلى أيضا أن الناس أيضا يفرون من المرض الذي يفتك بالناس المواطنين هناك بما يتعلق بمرض حمى الضنك وانتشار بشكل كبير جدا. ماذا عن هذا الامر يعني؟ والله حمى الضنك كثير ناس تعاني منه وعانت وما زالت تعاني كما يقال الان في عدن، وفي يعني الناس كلها تتكلم من لم تقتل الحرب فقلب الامراض خصوصا حمى الضنك. تذكرت بناس كثيرين يعني معارف وأهل وأقارب والكل أسامع عنها، خصوصا أن الأدوية والعدالة يعني في المستشفيات وهكذا. طيب السؤال الأخير يعني بما يتعلق بال المساعدات الإنسانية المتعلقة بالنازحين، هل تصل إلى النازحين أو وصل إلى النازحين حتى الآن شيء؟ والله نحن الحمد لله الناس النازحة اللي تخرج من عدن وكما يقال الآن أخرج من عدن حي واللي داخل كان ميت. هناك معاناة سبب الحصار الموجود فيها. أنا أشكرك الناشطة الإعلامية والنازحة في تريم حضرموت أصالة الحداد، شكرا جزيلا لك. لو أعود إليك ونناقش في الختام موضوع ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي وكل المنظمات الخيرية في دعم جهود وإغاثة إخواننا في عدن ودعم المقاومة أيضا هناك؟ أولا لابد أن يتم الضغط على الحوثي والقوات المخلوع بالانسحاب من عدن فورا، والمناطق التي يستولون عليها كل منطقة يستولون عليها تعيش أزمة إنسانية، تعيش أزمة بمستوى الكلمة. في عدن الآن المستشفيات تغص بالمرضى، لا يتوفر العلاج. يكلمني أحد الأصدقاء ممن مرض وفشل الكلوي يقول أن المستشفى أغلقت أبوابها منذ 5 أيام بسبب عدم توفر العلاجات وعدم توفر اللقاحات. فالمأساة كبيرة جدا. الحكومة إلى الآن لا تلعب دورا كبيرا، نرجو أن يكثف دور الحكومة بحيث يتم الضغط دوليا ويتم إنهاء الأزمة الإنسانية في عدن. أيضا وصول قوافل الإغاثة إلى عدن حيث أنها تصل إلى الحديدة، فالأصل أن تصل إلى عدن قبل أن تصل إلى الحديدة، فالحديدة لا تعيش حالة حرب أو حصار أو ما إلى ذلك. إذن يعني ربما على الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها. كانت الحكومة تريد أن تؤمن لها منطقة آمنة وكانت العيون والأنظار متوجهة نحو عدن، لكن ضعفها في دعم المقاومة الشعبية أخر الأمر. نعم، هو الضعف ليس في عدن، الضعف في جميع الجبهات. جميع الجبهات المقاومة تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى المساندة،
تحتاج إلى الرجال في كثير من الجبهات يحتاجون إلى التدريب أكثر وأكثر. يعني لو توفر الدعم للمجاهدين في عدن أو في تعز لم يصمد الحوثي يوما واحدا. أصحاب عدن يقاتلون على عقيدة لتحرير أرضهم من الميليشيات الحوثية وميليشيات المخلوع، لكن ينقصهم الدعم، ينقصهم السلاح. متى ما توفر ذلك بإذن الله أن تنتهي الأزمة ويعود الحوثي إما إلى كهفه أو إلى قبره بإذن الله تعالى. هناك حديث أخيرا عن هدنة إنسانية، ربما البعض بدأ متفائلا، وخصوصا ولد الشيخ المندوب الأمم المتحدة ومبعوثها لدى اليمن يعتقد أو يبشر بأنه ربما تكون هناك يعني هدنة إنسانية يوم الجمعة، لكن ما الذي تريده عدن من هدنة أو شيء؟ عدن تريد انسحاب قوات الحوثي والمخلوع أولا قبل الهدنة، لأنه كما شاهدنا جميعا في الهدنة السابقة الخروقات حدثت في كل المناطق التي يسيطر عليها، التي حاول أن يزحف فيها الحوثي. الحوثي وقوات المخلوع لا يفهمون أي معنى لهدنة أو ما إلى ذلك. حتى في أيام رمضان يقصف المدنيون قبل إفطارهم وقبل السحور، هذا ما أعرف هي وجبة ولا إيش يقدمها الحوثي للمدنيين والناس المساكين. إلى الآن لا يتضح أن هناك هدنة مقارنة بسلوك الحوثي. الأصل أن يبدي حسن النوايا هو قوات المخلوع، لكن ما يتضح أي ذلك أي شيء. شكرا جزيلا لك حذيفة الأميري الناشط الإعلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة، غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. أستودعكم الله.